السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأدوات اللي الواحد بيحب يستخدمها دي روتس وان، فهتلاقي في حاجات كتيرة تسهل عليك الشغل، من ضمنها مثلا إن أنت تقدر تتحكم في الفيو بالشكل دوت. يعني على سبيل المثال عندك بعض الفيوهات عايز إن أنت تكررها، مثلا عندك سيلينج، ممكن تقول له هنا مثلا عايز أشوف سيلينج بس، دول مثلا عايز نكررهم، وهتبقى واحدة مثلا لايت، واحدة لكذا، واحدة لكذا. فتقدر تقول له إن أنت عايز تعمل دوبليكيت وستيلينج، أو دوبليكيت وزود ديتيلينج، او از ديبندت زي ما انت عايز. فيقول لك انت عايز تكررهم كام مره، عايز اكررهم 3 مرات مثلا دوبليكيت، اتعامل على طول. فتقدر تقول له ابلاي، يروح عامل لك التكرار ده، وتقدر ان انت تعمل لهم امبورت او اكسبورت، تقدر ان انت تزود بارامتر معين ليهم، تمام، اي بارامتر عايز ان انت تضيفه. فده بيسهل علينا الشغل زي ما انت شايف، الكرار في ثواني اهي موت. تمام، ممكن مثلا محتاج ان انت تعمل شيت، فجاب لي الشيت اهو. تقدر مثلا تيجي على الشيت ده تغير الاسامي. طب ده انا عايز ازود بعض البارامتر، مثلا زي مثلا اسامي الناس اللي اشتغلت في المشروع، تقدر ان انت تسهل ان انت تعملهم يظهروا في الشيت ليست ولا لأ، اسم المصمم، اسم الاوثر، كل الكلام ده تقدر ان انت تعدل فيه. تقدر تعمل رينيم بسهولة، تقدر تعمل دوبليكيت لاي واحد فيهم، تقدر تعمل امبورت واكسبورت. تقدر تقول له طب انا عايز اضيف شيء جديد، تمام، تقول له مثلا انا عايز اضيف مثلا 4 شتات مثلا، واعمل دوبليكيت للفيو اللي موجود جواه، وكيب ليجند، هو طبعا ما ينفعش يبقى فيو موجود في 2 شيت، كرييت بالشكل دوت. طبعا هو ده واخد اللون، منتظر ان انا اعمل له ابلاي عشان ايه يبدأ ينفذ، او مظهر. طيب ممكن بقى نروح نقول له اوكي وندخل بقى في الفيو ليست، فتقدر ان انت تعدل في الفيو ليست. طب في بعض الفيوهات موجودة اهيت، فتقدر تعرف ان الفيو ده موجود فين. طيب ده مثلا، لا ده انا حاطط حاجة غلط، فاقول له لا ده والله انا عايز اعدل. تقدر تقول له افتح لي الفيو دوت عشان اتاكد. طب انا عايز اعمل سيلكت ليه، طب انا عايز اعمل له ريموف، اقول له طب انا عايز احط مثلا، هنكون حاطين تو فلوتنج، طيب هقول لا خليها تو سلاب، فيخلي في فيو تاني يتحط في الشيت بطريقه سهله وبطريقه شيك. طبعا لو دوست هنا على الفيو مانجر يفتح لي الفيو مانجر. الريفيجن اللي هي المراجعات، ممكن تقول له ايه انا عايز اخلي هنا ده مثلا الريفيجن 5، عايز اخلي دي مثلا ريفيجن 1 2 3 وهكذا. فاللي انت بتختاره هو بيبدأ ان هو يجهزه، واقول له ابلاي، يروح هو موافق عليه.